اهلا بكم، نشرح لي وفيديو جديد. ومعانا النهارده بشرى ساره لكثير من الموظفين. ولو هنتكلم على الحد الادنى، كلنا عارفين ان الحد الادنى بيتحسب وقت صدوره وبيتحسب على الدرجه اللي انت فيها وقت تطبيق الحد الادنى. ولكن هناك خبر صار لاعاده احتساب الحد الادنى بعد الترقيه لبعض الموظفين. يعني لو اتحسب لك الحد الادنى النهارده على الدرجه الثانيه وبعد فتره حضرتك اصبحت درجه اولى، فهيتعاد لحضرتك حساب الحد الادنى بدل ما هو الدرجه الثانيه بنعيد احتسابه على الدرجه الاولى. طبعا ده كله بقرارات رسميه من وزاره الماليه. تعالوا معانا نشوف التفاصيل. هنشوف حضرتك من الموظفين اللي هيتم احتساب الحد الادنى ليهم بعد الترقيه. ولو حضرتك بتتفرج علينا ولسه ما اشتركتش في القناه، بندعو حضرتك انك تشترك في قناتنا وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدنا في انتشار الفيديوهات بتاعتنا. يلا بينا نشوف التفاصيل. رجعنا لكم مره تانيه وكلامنا على الحد الادنى. طبعا مؤخرا في 16/9 تم زياده الحد الادنى لجميع الموظفين ولجميع الدرجات بواقع 500 جنيه عن الزيادة عن الحد الأدنى السابق لكل درجة. تعالوا معانا نشوف جدول الحد الأدنى الجديد اللي تم إقراره في سبتمبر 2023. وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشة قدام منكم، الحد الأدنى للدرجة الممتازة 11,000 جنيه، وهننزل بالتدريج حتى نصل للدرجة السادسة اللي أصبحت 4,000 جنيه، وكمان الماجستير والدكتوراه زادوا زي ما احنا شايفين. وده كده يعتبر جدول الحد الأدنى. إيه هو الحد الأدنى؟ الحد الأدنى يا جماعة بيحسب وقت اقراره على الدرجه اللي حضرتك فيها. ولما حضرتك بتيجي تترقى ومفيش قرار جديد للحد الادنى، فمش هينفع نعيد احتساب الحد الادنى. يعني على سبيل المثال، مثلا في شهر ابريل كان في حد ادنى جديد كل واحد من الناس بدرجته، حد مثلا كان على الدرجه الثانيه فتم احتساب مبلغ الحد الادنى على الدرجه الثانيه واللي هو كان 5,500 جنيه. الموظف ده مثلا جه في شهر 7 اترقى بدرجه اولى ومفيش قرار جديد للحد الادنى، هل ينفع نقول بقى خلاص طالما الراجل ده بقى اترقى للدرجه الاولى، هل ينفع ان احنا نديله علاوه الترقيه واحنا بنرقيه نعيد له كمان احتساب الحد الادنى واحتساب الحد واحتساب الحافز التكميلي للحد الادنى على الدرجه الاولى اللي هو 7,000 جنيه او كان 6,500؟ لا، قرار او قانون الحد الادنى بيقول انها تحسب لمره واحده فقط. طب هل ده ينطبق على جميع الموظفين؟ بينطبق على جميع الموظفين ما عدا المعلمين. حد هيسأل، طب بيقول طب اشمعنى المعلمين؟ ليه المعلمين ما بينطبقش عليها؟ لأن المعلمين زي ما احنا عارفين بيترقوا بقرار خاص من المحافظ، محافظ المحافظة اللي هم فيها. ولكن عشان الإجراءات ممكن تطول شوية في الإدارات التعليمية، ممكن مثلا قرار المحافظ بالترقية لكل الموظفين اللي يستحقوا الترقية أو المعلمين اللي بيستحقوا الترقية يصدر، مثلا القرار بيصدر مثلا في شهر 8. القرار بياخد وقت لغاية ما يوصل للمديريات، والمديريات بتاخد وقت في تطبيق الترقيات للمعلمين، فبتاخد وقت مثلا ممكن يوصل ل5 أو 6 شهور. بالنسبة للمعلمين، المعلمين هم الموظفين الوحيدين اللي هيتم إن شاء الله إعادة احتساب الحد الأدنى ليهم بعد الترقية، وده طبعا بناء على قرار رسمي وكتاب دوري من وزارة المالية هنعرضه مع بعض دلوقتي. بس الأول خلينا نشوف إيه المعلمين. طبعا ليهم درجة وظيفية اللي هي إيه، معلم ومعلم أول، وكل درجة من دول بتقابلها درجة مالية زي الأولى والتانية والتالتة. تعالوا نشوف مع بعض الوظيفة التعليمية والدرجة المالية المعادلة ليها. أول حاجة معانا اللي هو وبص معانا حياتك على الشاشة، كبير معلمين الدرجة المعادلة ليها اللي هي الدرجة العالية، والوظيفة اللي هي معلم خبير الدرجة المالية المعادلة ليها دي مدير عام. معلم أول ألف الدرجة المالية بتاعته الأولى، معلم أول بيكون على الدرجة التانية، معلم بيبقى على الدرجة التالتة بس بأدمية سنتين، معلم مساعد بيكون على الدرجة التالتة. تعالوا بقى نشوف الحد الأدنى لكل وظيفة من دول. كبير معلمين الدرجة العالية الحد الأدنى ليه 9,000 جنيه، معلم خبير بدرجة مدير عام الحد الأدنى ليه 7,500 جنيه، معلم أول ألف الدرجة الأولى الحد الأدنى ليه 7,000 جنيه، معلم أول بس الدرجة التانية الحد الأدنى ليه 6,000 جنيه، معلم الدرجة التالتة أقدمية سنتين الحد الأدنى ليه 5,500 جنيه، معلم مساعد الدرجة التانية الدرجة التالتة والحد الأدنى ليه 5,500 جنيه. كده وضحنا كل اللي احنا عايزين نقوله بالنسبة للفيديو. ولكن ممكن حد من حضراتكم يقول ان ده كلام مرسل ومفيش اثبات على كده. حضرتك لو مهتم بالموضوع خليك معانا عشان نشوف القرار الرسمي الصادر من وزارة المالية واللي بيؤكد كلامنا. تعالوا معانا نشوف
القرار الرسمي الصادر ده. تأكيدا لكلامنا معنا الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2023 الصادر في 10/5/2023 زي ما قدام حضرتك على الشاشة. الكتاب الدوري ده يا جماعة هو اللي بيأكد الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو. تعالوا نقرأ مع بعض الكتاب الدوري ده عشان نشوف استحقاق المعلم اللي تم الترقيه لإعادة احتساب الحد الأدنى ليه بعد الترقية. الكتاب الدوري بيقول: صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 1247 بتاريخ 22/9/2022 بشأن تحديد التاريخ الذي يعتد به عند استحقاق المزايا المالية المترتبة على الترقية لوظائف المعلمين. يبقى انتوا شايفين معايا ان الكتاب الدوري ده بيخاطب المعلمين فقط وليس كل الموظفين، والمنتهي افتاؤها الى ان التاريخ الذي يعتد به في هذا الشأن الماثل هو تاريخ القرار الصادر من المحافظ المختص، وده زي ما احنا وضحنا. ولورود استفسارات بشأن احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور للمعلمين من تاريخ شغل الوظيفة، وافق السيد الدكتور وزير المالية على قرارات اللجنة المالية بتاريخ 24/3/2023 على الآتي: نمرة 1، إن السلطة المختصة بإصدار قرارات الترقية لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 هو السيد المحافظ المعني يعني المسؤول، وعليه فإنه اعتبارا من تاريخ الترقية المبين بذلك القرار يجري احتساب كافة المستحقات المالية المعروضة حالتهم ومنها الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور حال توافر مناطه وشروط استحقاقه. وبالتالي بنقول إن التاريخ اللي يعتد به بالنسبة لاحتساب الحد الأدنى للترقية أو المزايا المالية هو تاريخ اعتماد المحافظ المعني أو المسؤول وليس تاريخ الترقية بعد تنفيذ الترقية في الإدارات التعليمية زي ما احنا بنقول لأنها بتتأخر لفترة طويلة. تاني حاجة معنا بيقول إن سابقة استحقاق المعروضة حالتهم تكميليا للحد الأدنى للأجور بقيمة معينة لا يحلو حال الترقية من إعادة احتساب هذا الحافز على أساس متوسط إجمالي الأجر اللي هو شامل قيمة الحافز التكميلي السابق احتسابها مقارنة بالفئة المقررة للحد الأدنى للأجور للدرجة أو ما يعادلها التي تمت الترقية إليها، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للترقية على النحو السابق إيضاحه بالبند 1. وفي ضوء القيم المحددة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المعمول به بشأن الحد الأدنى للأجور في تاريخ الترقية، لذا توجه وزارة المالية نظر السادة المسؤولين الماليين المخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 بوضع موافقة السيد الدكتور وزير المالية موضع التنفيذ الفعلي، وعلى السيد مراقب مالي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والسادة المديرين الماليين بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ بكل دقة. طبعا هي كانت حالة معروضة للمعلمين والقرار خلاها معروضة لكل المعلمين، كانت حالة معروضة لعدد من المعلمين والقرار ده خلاها حالة عامة لكل المعلمين. طبعا الامضاءات زي ما وريتها لحضراتكم معانا وتاريخ الصدور 10/5/2023 يعني بكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2023 هيتبقى إعادة احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للمعلمين وذلك بعد الترقية. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو حضرتك بتشاهدنا لأول مرة ياريت ما يعني تبخلش علينا بالاشتراك في القناة وتدعمنا باللايك والشير. اللايك كتير والشير يا جماعة بيخلي الفيديو يبقى في محركات البحث عشان حضرتك تاخد ثواب يعني وكده في ميزان حسناتك. حد بيشوف الفيديو لأول مرة حضرتك لما تضغط شير ولايك لايك وشير بيتخلي الفيديو بيبقى يعني الناس بتحصل عليه بسهولة. كمان ما تنسوش تضغطوا زر الجرس عشان يصلك كل جديد. آسف مرة أخرى على الإطالة. كان معكم سيد شاكر من قناة اشرح لي. أشوفكم على خير.